السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف بلجن ممتاز جدا بيعمل ايه. بيخلي الحاجة اللي هتنشرها على الوورد بريس تتبعت اوتوماتيك للمنصات السوشيال ميديا. فخليني اجي هنا واقول له بلوج تو سوشيال فجاب لي اهوت. هتدوس عليه وتقول له اكتف، هيبدا ان هو ايه يشتغل معاك. طيب هنحط بقى الاعداد بتاعتنا اهو، بلوك تو سوشيال. هقول له ان انا عايز الداشبورد بتاعتك. الموضوع سهل خالص، كل اللي انا بعمله ان انا بضيف الشبكات بتاعتي وهو اوتوماتيك. اول ما بنشر حاجه جديده هو بيبعتها، وممكن اعمل ريشير بوست انشر حاجه تاني. عندي حاجه هنا اسمها اوتو بوست، وممكن اديله كالندر او نتيجه ان هو ينشر الحاجات دي امتى. بتفعل بقى الاوتو بوست. وتفعل دوت، تقول له انشر لي البوست وانشر لي البيجز وابلاي بس تايم وتسيف. طيب ممكن تقول بقى ان احنا عايزين نضيف الشبكات جديدة اهوت. هتقول له مثلا انا عايز اضيف صفحة، فيبدأ ان هو يضيف لك الصفحة بتاعتك بالشكل دوت. تبدأ تعرف كل الحاجات، في حاجات مجانية وفي حاجات بفلوس. بيقول انت عايز تشوف انهي صفحة تمتلكها، فبتختار الصفحة اللي انت عايزها. التويتر حابب ان انت تربط، بتقول له كونكت بروفايل، فبيبدا ان هو يربط. اول بتنشر حاجه ينشر هو على التويتر. الانستجرام كذلك، تمام. الانستجرام بيزنس. طيب لو انا عايز انشر حاجه اقول له ريشير بوست، وتبدا بقى تختار الاعدادات بتاعه النشر، بس هي لازم تكون انت مشارك. انا شايف انها اداة جميلة الصراحة، يعني شير بوست مثلا، تختار بوست انت عايزه وتقول له نشوف كل المنصات اللي انا مسجلها، تمام. زي تحقيق الاستدامة وتكوين صور بالذكاء الاصطناعي، دول نشرتهم النهاردة. ممكن تحط لينك معين وهو يبدأ ينشر فيهم كلهم، او تكتب حاجة معينة، او في صورة معينة، او في فيديو معين تبدأ ان انت تحطه. مثلا هختار حاجة مثلا زي تعليم البرمجة للأطفال مثلا اهيت، اقول له شير اون سوشيال ميديا. تبدأ بقى تختار ايه الحاجات اللي انت عايز تنشر فيها مرة واحدة، هما كل دول، واقول له شير. خلاص اتنشر في كل الشبكات مرة واحدة. هيبدا بقى يقول لك، ولو في اي مشكله هيبدا يقول لك خلي بالك ان في حاجه مثلا ناقصه، في حاجه محتاجه تصريح، حاجات زي كده. تمام، اتنشر 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 وهكذا.